أنا طبعا كنت متأثر بالشيخ عبد الباسط الدرجة الأولى، ثم الشيخ المنشاوي وغيرهم من كبار القراء، ولا زلت يعني أقلدهم. مثلا إذا أقلد الشيخ المنشاوي في الترتيل، في تغيير بسيط، يعني لما يحدث هذا التغيير مباشرة نقدر نقول حولنا القراءة إلى قراءة الشيخ عبد الباسط. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. فهذه القراءة كانت كنت أقلد فيها الشيخ المنشاوي. في تغيير بسيط يتحول أو تتحول القراءة هذه إلى قراءة الشيخ عبد الباسط. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.